لماذا لا يكون الأذان سريا مع الصلوات السرية؟ وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد مكن للإسلام فلماذا لا تكون جميع الصلوات جهرية؟ وهو مين حضرتك قال إن أولا الأذان مرتبط بالصلوات السرية والجهرية؟ يعني هو إن هو السر يبقى الأذان سر والجهر يبقى الأذان جهر. طيب تعالى نحسبها مع بعض. الأذان في اللغة إيه؟ الإعلام. الإعلام. أنت بتعلم بالسر؟ لا، هو أصلا هدف الأذان إنك تسمعه. أيوه. ملوش علاقة بالصلاة سرية ولا جهرية. تمام. ده واحد. وشرعا الإعلام بدخول الوقت. يعني بكلم إذا اصطلاحا يعني بكلم إن لغة الإعلام يعني. أيوه. طيب. وإذا كان مكة لسفرية تكون الصلاة جهرية، مين قال لك إن الصلاة السرية ليلة إن الإسلام كان مستضعف؟ يعني هو الصلوات الجهرية، صلاة الليل أصلا جهر. أيوه. صلاة النهار سر، ده تشريع. ملوش علاقة بالاستضعاف ولا بالقوة. يعني حضرتك قاعد في دولة النهاردة في بلاد الحرمين، صلاة الظهر والعصر هصليها حضرتك في سرك ولا بصوت عالي؟ في سر، سرية. أيوه. خلاص. لا، أنا في دولة ممنوع فيها، ممنوع في تركستان أصلا صلاة بالليل الجهر، ده هتصلي في بيتك في الدرة. أيوه. ملهاش علاقة بالتمكن وعدم التمكن، ده اسمه صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة الجهرية شرعت في مكة، كانت بتتصلي إيه؟ جهر. خلاص. يعني ايه جهر؟ يعني صوت مسموع. ايوه. فمالهاش علاقه بالتمكن وعدم التمكن، ده مش حاله مرتبطه بتمكين. انت والاخ متوهم. أيوه. حكمه، فانه عمال يقول لك لماذا لا نفعل كذا. مين قال لك ان الاسلام شرع التشريعات دي بناء على الحكمه اللي في دماغك؟ ده مش صحيح. تمام. محتاج الاخ ليصحح معلوماته عن التشريع الاسلامي للاذان وللصلوات السريه والجهريه. جزاكم الله. حتى الصلاه السريه. ايوه. صلى من امام، وايه السر اللي فيها؟ هي القراءة بتاع الإمام. نعم. ما المأمومين ما حدش بينطق، الإمام اللي بيقرأ. في الصلاة السرية ما الإمام بيكبر بصوت إيه؟ عالي. فين بقى السر؟ هو مقصود سرية القراءة. نعم. بس هو الأخ خالص الأمور يعني. تمام، جزاكم الله خيرا.